ترى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على جمر الغضا من واله ومفند رمضان يا ضيفا أتى يجلو لنا القلب الصدي هل زرتنا لبشارة أم أمسنا مثل الغدي فلقد غزانا ظالمون في صورة المستاسدي حتى عثى بديارنا واجتث أمن المقعد فأجار كل معاند ثوب الرذيلة يرتدي وحمى بكل وسيلة نهج الدعي الملحد وسعى يثير صحافة تؤذي الشيوخ وتعتدي ولكبت قول صادق وحماية القول الردي قعدوا لنا ولديننا إقعاد من بالمرصد ولمن أبان سبيلهم سيف الردى لم يومد رمضان أهلا مرحبا يا خير شهر مسعد يا جار أصحاب النهى والناسك المتعبد إنا لفي شوق إلى إحياء ليل المسجد والأنس بالآيات في قرآننا المتجدد والجود في أيامه للبائس المتجرد يتاليا قرآننا اقرأه ديت ورددي قم للكريم مصليا واقنت له وتهجدي وتغن بالقرآن كي يحيى الخشوع وغردي ولتجعلي الأسماع بالقرآن مثل العسجد اقرأ ورتل آيه سقنا لعذب المورد شهر التراويح التي تسمو آمين إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت يغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئات يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعدا للقتال والله سميع عليم. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر Thank you.